دعوني أعود مجددا إلى دكتور إلي حاتم في مسألة لبنان. يعني تحديدا هي مسألة جدا معقدة ومركبة، وأيضا يعني هناك ترقب وحالة من الترقب ما فيما إذا كانت ستتسع إلى حرب مع لبنان أو ستقتصر فقط على حل دبلوماسي. من وجهة نظرك أنت، هل ترى بأن الخيار العسكري هو الأقرب أكثر من الخيار السياسي أو الدبلوماسي أو التسويات في هذه المرحلة؟ ربما يجب أن نرى الأشياء كما هي على الأرض. فإسرائيل مثلا إذا كانت تنوي بإقامة عملية أو إقامة حرب مع لبنان لم تكن تهدد بهذه الطريقة، هذه من جهة الإسرائيلية. من الجهة اللبنانية، المقاومة اللبنانية باسم الأمين العام لحزب الله الذي هو منخرط في المقاومة والذي هو على رأس هذه المقاومة اللبنانية، صرح بأن لم ينخرط حزب الله بحرب، ولكن هناك استعمال هذه الأوضاع لتحرير هذه القرى التي ما زالت محتلة من إسرائيل، وأيضا مزارع شبعة، كل هذه الأراضي اللبنانية. وهناك دعم أقول إجماعي في لبنان للحفاظ على الحدود اللبنانية، والتأكيد على ذلك هو ما غردت به وصرحت به عدة مرات ابنة الرئيس السابق الشهيد بشير جميل، عندما قالت بأن على لبنان الحفاظ، علينا جميعا الحفاظ على 10452 كيلومتر مربع، ونحن مع كل فريق حتى ابتعادا عن الطائفية وابتعادا عن التوجهات السياسية، نحن مع كل فريق يحافظ على 10452 كيلومتر مربع، وهو الشعار الذي أطلقه والدها الرئيس الراحل بشير أجميل. وهذا يؤكد أن هناك تكتل لبناني مع المقاومة، ولكن بالوقت ذاته لا يريد لبنان الدخول في أي حرب. لماذا؟ لأن هناك الأحوال المتردية المالية والاقتصادية التي تدفع اللبنانيين بالابتعاد عن فكرة الحرب، والجميع يؤيد الحل الدبلوماسي. ولذلك نعود في الحل الدبلوماسي. لدي سؤال هام جدا أيضا يتعلق بهذا السياق، هل تخشى فرنسا مثلا من أن حرب بين إسرائيل وحزب الله من شأنه أن يفقدها شركائها في داخل لبنان؟ لأن حزب الله حذر، قال بأنه في حال انتهت الحرب وكانت هناك دعنا نقول ليس خيانة أو غدر، إنما يعني مواقف غير مرضية، فالحساب سيكون مختلف عن عام 2006. هل تخشى فرنسا من حسابات داخلية قد تؤثر على شركائها فيما إذا اندلعت هذه الحرب؟ ليس فقط ذلك، ولا أعتقد أن السيد نصر الله كان يوجه هذه العبارة إلى فرنسا، حتى وفي تصريحه وفي خطاباته الأخيرة التي تحدث بها عن المسألة الفلسطينية وعن الأحوال في جنوب لبنان، فانتقد الجميع بالأسماء، أي بريطانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، حتى إيطاليا، ولكنه لم يذكر اسم فرنسا. هذا أولا. ثانيا، لفرنسا مصالح ليس فقط بالتنقيب مثلا عن الغاز كما يقوله البعض بواسطة شركة توتال، أو في البعض القضايا الاقتصادية الأخرى، ولكن لفرنسا مصلحة استراتيجية مهمة هي تواجدها في الشرق الأوسط بواسطة لبنان. وبالسابق كانت لبنان وسوريا، ولكن اليوم المنطقة الوحيدة أو الممر أو الباب الوحيد لفرنسا لتواجدها في الشرق الأوسط بعد أن طردت من الولايات المتحدة الأمريكية من القارة الأفريقية في الشرق الأوسط هو لبنان. ولذلك تعول فرنسا على سلامة لبنان واحترام سيادته و
وحدوده 10452 كيلومتر مربع للمصلحة الفرنسية اللبنانية. ونحن نعلم أن ذلك ليس فقط من الرئيس ماكرون، ولكن كان هذا تقليد سياسي منذ الملك لويس التاسع حتى الجنرال دوغول مؤسس الجمهورية الخامسة، حتى الرئيس فرانسوا ميتران وبعده الرئيس شيراك، والآن الرئيس ماكرون، والذين يقولون ويأخذون التعابير ذاتها لتثبيت هذه العلاقة وهذا الدور الفرنسي الذي تلعبه في الشرق الأوسط بواسطة لبنان.